بنعبدك ونصوم ونصلي يا رب يا منعم يا كريم، وطمعانين في رضاك وبندعي تجود علينا بقلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبره ويشكر وفي يسر ليك بيزيد تسليم. ولو في يوم قصرنا في شكرك وانشغلنا يوم عن ذكرك، بنعيم علينا بنعمة عفوك برحمتك يا غفور يا أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم دائما في هذه الحلقات التي ندعو الله دائما أن نلقاه بقلب سليم، أن تكون صاحب قلب سليم تتلقى هذه الإشارات وتلك البشارات. أهلا بكم، واسمحوا لي أن أرحب الشيخ أحمد دسوقي من أبناء الأزهر الشيف. شيخ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذنا. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن السكينة فلا بد وأن نسمي ونصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم، أن نسمي ربنا ونسمي الله ونصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم. نقول كما تعودنا في بداية كل لقاء: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يا رب يرجع الأمر كله علانيته وسره، لبيك ربنا وسعديك، والخير كل الخير بيديك، والشر يا رب ليس إليك، نحن بك وإليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا وتشد بها من أزرنا وتكون لنا يوم القيامة نورا يا رب العالمين. اللهم أمين اللهم أمين. أستاذ الفاضل، السكينة والطمأنينة في زمن متلازمة، يعني ثنائية. السكينة والطمأنينة، يعني إيه السكينة؟ سكون القلب فتحدث الطمأنينة. فكلمتان عملة، وجهان العملة واحدة. في زمن انتشر فيه القلق والتوتر وانتشرت فيه الأمراض النفسية، وأصبح العالم الآن يعاني من القلق والتوتر والاكتئاب، ما أحوجنا أن نبث السكينة في نفوس الناس. فهذا منهج نبوي، ده منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهج نبوي. الله. نعم. هذا منهج نبوي. نعم. وعلاج شريف. نعم. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. سكنوا يعني إيه؟ أدخل السكينة في قلوب الناس. يعني سكين. والله أنا قرأت الحديث. نعم. من كذا يوم. نعم. ويسروا ولا تعسروا، تعسروا وسكنوا. وقفت أمام المعنى حقيقة. نعم. وهذا جميل أن يسترعيك هذا المعنى، أو نعم. تقف عند هذه الكلمة وسكنوا. ما معنى وسكنوا؟ يعني والله وسألت نفسي. نعم. ما معنى وسكنوا؟ فيعني جاءت. نعم. الإجابة هكذا. سكنوا يعني أدخلوا السكينة في قلوب الناس. المدير يدخل السكينة في قلوب كل من حوله، مدير مكان، حضرتك، الأب، كل مسؤول، الأولاد، كل مسؤول في مكان يجب عليه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل السكينة في من حوله من الناس. الأب في البيت، والمدرس في المدرسة يدخل السكينة في قلوب الطلبة، والطبيب يجب عليه أن يدخل السكينة في قلوب المرضى. أدخل السكينة والطمأنينة فعلا. لا تكن مصدر، يعني لا تكن مصدر توتر. نعم. وكن جانب أمان. نعم. لذلك العافية. نعم. العافية عرفها أهل الله الشيخ أحمد، قال لك هو أمان القلب من الاضطراب. نعم. نعم. والسكون إلى الحق. نعم. أن تسكن. نعم. إلى حبيبك. نعم. ما هو الحق هو حبيبك. نعم. هو أمان القلب من الاضطراب. نعم. هذه السكينة من وجدها في حياته وجد كل شيء، حتى وإن فقد كل شيء. أو الله، ومن فقد السكينة فقد كل شيء، حتى وإن امتلك كل شيء، وإن امتلك كل شيء، وإن وجد في حياته كل شيء، وإن وجدت في حياته كل شيء. أبدا أبدا، عندك المال والصحة وكل شيء حواليك ولا تمتلك السكينة،
أنت فقدت كل شيء. فهذه السكينة من وجدها وجد كل شيء في حياته. وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في الغار، في الغار وجدها صلى الله عليه وسلم. ووجدها سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار حينما ألقي في النار. ووجدها سيدنا يونس عليه السلام حينما كان في بطن الحوت. ووجدها أهل الكهف في كهفهم. فمن وجد السكينة وجد كل شيء في حياته وإن فقد كل شيء. النقطة المهمة جدا، كل الشواهد أو المشاهد التي أتى بها فضيلة الشيخ أحمد مشاهد انتزعت منها خواص الأسباب. الله يفتح عليك. الغار، الغار يعني النار، النار، بطن الحوت، يعني ما فيش أسباب خالص بقى. لا ده خلاص، واحد قاعد في غار ومطارد ودم مهدر، على عكس خواص الشيء اللي موجود فيه. النار تحرق، ما حرقتش. الغار ضيق، عنده سكينة. واحد قاعد في النار عنده سكينة، واحد قاعد في بطن الحوت. ده انت لو ركبت مركب في 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 البحر وهاج البحر قليلا، وانت في الليل هتفقد السكينة من حياتك. لكن ان وجدت السكينة هتفقد كل شيء في حياتك، لكن ان وجدت فيك سكينة والله وجدت كل شيء. ها السكينة ده بقى يا استاذ حسن عشان اجيبها في حياتي، ايه المطالب مني اعمله؟ يلا مع بعض نمسك ورقة وقلم وتكتب علشان خاطر تقول هي دي موجودة عندي ولا لا، ولو مش موجودة اوجدها في حياتي عشان خاطر يكون عندك السكينة. لأنك لو وجدت السكينة وجدت كل شيء في حياتك حتى وإن فقدت كل شيء. رقم واحد يا أستاذ حسن، الرضا عن الله سبحانه وتعالى. واحفظ الآية دي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم ولا أموالهم معيشتهم ولا صحتهم معيشتهم، باكج عيشة متقسمة. حضرتك واخد 30% صحة، 70% مال، 30% متقسمة، محسومة، كل واحد واخد باكج. مقسومة ومحسومة بالعدل. مقسومة ومحسومة بالعدل وليس وليس بالسوية. ليه؟ لو كانت بالسوية الأستاذ حسن معاه مليون يبقى لازم اخد مليون زيه، لكن بالعدل هتلاقي ده واخد 30% مال و 30% اولاد و 10% زوجة و 10% صحة متقسمة. لذلك في فانت واخد الباكج بتاعك 100% كامل. لذلك خلينا نفرق بين اشياء قد يلتبس على البعض فهمها. التساوي مش معناه الإنصاف. نعم صدقت. التساوي نعم. لذلك دايما حتى وإحنا بيعلمونا قراءة أو التجويد، تجويد القرآن يقول لك هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه. نعم صدق. إعطاء الحرف حقه ومستحقه، عنده حقه لازم تكمله ومستحقه. نعم صدق. يبقى من الأمور اللي تجيب لي سكينة في حياتي إنك ترضى عن ربنا وارضى بقضاء الله اللي ادهولك في الصحة وفي الزوجة وفي الأولاد وفي المال وكل حاجة. الرضا يجيب لك سكينة والله. ذكر ربنا اللي بتحبه يجيب لك سكينة وطمأنينة. ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. ده لو واحد لسه خاطب واحدة يقعد بالاربع عشر ساعات يكلمها، والوقت اللي هو بيكلمها يشعر بالهدوء والراحة النفسية. تخيل لو انت بتتكلم مع الله سبحانه وتعالى، ولله المثل أعلى. تعود مرة من المرات كده اعمل خمس دقائق تعرف تتكلم مع ربنا. خمس دقائق ارفع ايدك لربنا وتقعد تتكلم خمس دقائق. تعرفي ترفعي ايدك لربنا وتقعد خمس دقائق تتكلم معاه، والله العظيم بعدها ستشعر بسكينة. لذلك إذا أردت أن تكلم الله صلي، وإذا أراد أن يكلمك الله اقرأ القرآن. لذلك سيدنا جعفر الصادق يقول لك وسمعت في عقب هذه الليلة ربي يقول. نعم وسمعت في عقب هذه الآية. طب تعالى أقول لحضرتك ربي بقى. يقول. نعم. يعني كأنه يسمع. نعم. ربه. طب تعالى أقول لحضرتك وربنا لا يزال متكلما. احنا صفة الكلام لا يزال متكلما سبحانه وتعالى. احنا قلنا الأمور اللي بتجيب السكينة ذكر ربنا سبحانه وتعالى والرضا والصلاة. الصلاة بتجيب سكينة بس بشرط. عارف ايه هو الشرط؟ انك تؤدي الصلاة بطمأنينة. عشان كده سيدنا النبي قال لك ايه؟ ارقع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن، واسجد حتى تطمئن ايه؟ ساجدا. حتى قالوا الطمأنينة دي، فانت لابد ان تطمئن في كل ركن من اركان الصلاة. حتى كمان يا استاذ حسن قبل الصلاة وانت رايح داخل تصلي النبي قال ايه؟ إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم إيه؟ بالسكينة. ما تجريش جري وتخش على الله أكبر، لا على مهلة خالص. ليه؟ كل ده
عشر أيام ورا بعض وقار في سكينة وقار هيعطيك حالة من الاستقرار النفسي والهدوء والراحة النفسية والسكينة. لذلك يقول لك هذا سكون. نعم. سكن. نعم. سكن المكان. نعم. سكن. نعم. يعني اطمأن في المكان. هو جاء من السكن. نعم. الله. نعم. والمرأة سكن. الله سبحانه بالمناسبة. الزوجة بس سكن. الله سبحانه وتعالى ذكر السكن في ثلاثة مواضع في القرآن. أيوة. في الزوجة والبيت والليل. أيوة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن آتيان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. فالسكن فيه الثلاث بس ده هتحتاج حلقة أخرى. لا لا يعني خلينا ليه؟ ما هو جميل الشيء بالشيء يذكر. نعم. ليه؟ هذه العلامة وهذه التفاصيل. سكن, سكن العقل وليس سكن القلب. سكن العقل يعطيه الله للمسلم ولغير المسلم، يعطيه الله للبر والفاجر. فالإنسان الفاجر البيت لسكن خلاص. المهم نرجع للامور اللي تجيب لي سكينه في حياتي. قلنا الرضا وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاه والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. رقم خمسة الزوجه الصالحه سكن لك في بيتك، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. الصحبه الصالحه لو خرجت بره البيت لازم يكون لك صاحب صالح، الصحبه الصالحه يعطيك سكن. وهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار مع سيدنا أبو بكر خلاص. إيه اللي حصل؟ فأنزل الله سكينته عليه. الصحبة الصالحة ربنا سبحانه وتعالى بسببها بينزل السكينة على الإنسان. يبقى دول ست أمور من الأمور التي تجلب السكينة في حياة الناس. اكتبوهم ورانا كده وعودوا بينكم وبين نفسكم وعودوا فكروا فيهم في 20 ثانية. الرضا. أيوة. ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة. العمل الصالح. الزوجة الصالحة. الصحبة الصالحة. يعني والصحبة والمحبة صنوان في الطريق إلى الله، وتجلي هذا أو تجلى هذا الأمر في قمة دلالته في صحبة الصديق مع سيدنا صلى الله عليه وسلم. هنروح لهذا التقرير معانا، والتقرير الأول في هذه الحلقة عن وقف الزيتون المبارك لمؤسسة نبض الحياة في مساراتها إلى الخير بصحبتكم دائما. مشروع وقف الزيتون المبارك بمؤسسة نبض الحياة مبادرة هدفها استمرار العمل الخيري وتنميته. مؤسسة نبض الحياة عملت مشروع وقف الزيتون المبارك بمحافظة الوادي الجديد بواحة الفرفرة. ابتدينا بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية وقريب جدا المرحلة الثالثة. شجرة الزيتون شجرة مباركة أقسم بها الله تعالى في كتابه الكريم فقال والتين والزيتون. مؤسسة نبض الحياة في مشروع وقف الزيتون المبارك هدفها استمرار العمل الخير. الشجرة في وقف الزيتون بتعد من الصدقات الجارية اللي خيرها بيمتد لسنين. شجر الزيتون من الأشجار المعمرة اللي بيزيد عمرها عن 100 عام، وبكده صدقتك هتكون ممتدة، وعائد كل شجرة بيتم زراعتها هيتصرف في كل حملات الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة. الفدان الواحد في وقف الزيتون المبارك بيتم فيه زراعة 792 شجرة زيتون، وعمر الشجر بيمتد لسنين طويلة. ولأن مؤسسة نبض الحياة بتشجع دايما استمرار الخير، مع انتهاء كل مرحلة بتعلن عن مرحلة جديدة وقف الزيتون المبارك. زراعة شجر الزيتون بيتم مرتين في السنة، الأولى في شهر أبريل والثانية في شهر أكتوبر. الشجرة الواحدة تكلفتها 1000 جنيه، صك الزيتون 5 شجرات ب 5000 جنيه. وكل متبرع بعشر شجرات بيتزرع له شجرة هدية عشان ثوابه يزيد، وعائد كل شجرة هيصرف في أوجه الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة عشان ثوابها يفضل مستمر لصاحبها. مساهمتك بشجرة وقف الزيتون المبارك مع مؤسسة نبض الحياة صدقة جارية هتعيش لسنين. أهلا بحضراتكم. وقف الزيتون المبارك. نعم. بارك الله فيه يا رب. ما هو مبارك. بارك الله فيه يا رب. وبارك الله
في كل من شارك فيه، وبارك الله في كل من امتدت يده لتنفيذ هذا الوقف المبارك إن شاء الله. يعني قد إيه وقف زيتون المبارك أهميته متشعبة ومتنوعة على كافة الأصعدة؟ نعم، مؤسسة نبض الحياة كعادتها في أي عمل خير بتعمله بتقوم على هذا العمل بأعلى جودة وأفضل شيء. في وقف النخيل مؤسسة نبض الحياة قامت باختيار أجود أنواع التمور ألا وهو المجدول، كذلك في وقف الزيتون المبارك قامت مؤسسة نبض الحياة باختيار أفضل الأنواع في الزيتون. هو في الزيتون في أفضل أنواع؟ لا، خلي بالك ركز معايا، أيوة في أنواع، لأنك حضرتك لما بتروح السوبر ماركت تشتري زيتون تقول له كلاماطة ولا ولا ولا، فيقول لك في كيلو ب50 وفي كيلو ب100 و150 و200، بس احنا النهارده في مؤسسة نبض الحياة النوع المعين اللي مؤسسة نبض الحياة زرعاه من الزيتون زيتون العصر، يعني في زيتون معين معد للعصر فقط، ده اللي مؤسسة نبض الحياة زرعته وعملته صدقة جارية. وكلمة صدقة جارية دي أعلى من الصدقة اللي احنا بنسميه في الفقه يا أستاذ حسن، اسمه إيه؟ الوقف. اسمه إيه؟ الوقف. الوقف. الوقف ده يعني ايه؟ او احنا زمان احنا في مصر، بالمناسبه كمان احنا في جمهوريتنا العظيمه في مصر كان موضوع الوقف عندنا كان مندثر او كان موجود بس عليه شويه تراب كده. فعشان خاطر هو الوقف يعني برضو عشان تبقى الصوره يعني اكثر وضوحا، الوقف موجود في مصر من زمان، بس اللي كان مين اللي كان بيوقف؟ كان بيوقف اصحاب الاراضي والاطيان وبعد كده رجال الاعمال بيوقفوا. اما فكره وبرضو البعض يعني مع زحمه الحياه ومع المتغيرات الاجتماعيه على مستوى العالم كله يعني والفكريه بدا في يعني ما فيش يعني علاقه كبيره بالوقف. نعم. فبدا فكر لازم يبقى في حاله من حالات ايه يعني إيه لفت الانتباه ان احنا ما تيجي نوقف ثقافه الوقف او ثقافه إيه الوقف ايقاف ثقافه الوقف. نعم. ثقافه الوقف ما كانتش موجوده عند المصريين بنسبه، ومش هكون مبالغ لو قلت كده، بنسبه 20%. ليه؟ لان كان انا واحد من الناس كنت بفكر ان الوقف ده موجود لا مقتصر على رجال الاعمال اللي هم عندهم المقدره على الوقف، رجال الاعمال، لان الوقف ده محتاج مبالغ كبيره جدا. وانا واحد من الناس كنت بظن ان الوقف ده مقتصر على ان راجل متزوج بامراه وما عندهمش ورثه، ما عندهمش اولاد ورثه، فبعد ما يعني انتقل لرفيق الاعلى هذه الاملاك، مش هنقول التركه، هذه الاملاك اللي وقفها من قبل ما ان يموت. نعم. بقت وقف الله سبحانه وتعالى. لكن مؤسسة نبض الحياة أحيت هذه الفكرة منذ 3 سنوات فعلا. بقت إن أمهاتنا البسطاء من كتر مشاهدتهم لبرامج مؤسسة نبض الحياة عرفوا يعني إيه كلمة وقف، وعرفوا إن في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من صحابي له مقدرة على الوقف إلا أوقف في سبيل الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي بن أبي طالب أوقف، والصحابة كل عدد كبير جدا جدا من الصحابة أوقفوا في سبيل الله. وقد إيه الوقف ده ليه إسهام كبير جدا بنسبة تفوق 80% في النهوض بالدولة، بالدولة بصفة عامة. تخيل بقى الفقراء وطلبة العلم والناحية الصحية والتعليمية. أيوة فعلا إحنا محتاجين النهاردة إنك تفكر، وأنا أفكر برة الصندوق، إن أنا أخرج الفقير ده من مستهلك مستهلك إلى منتج. النهاردة كثرت جيوب الفقراء، كثرت الجيوب، وأصبح أعبائي أنا كشخص في المجتمع عندي أعباء تعليمية من ولادي، وعندي أعباء صحية لحد النهاردة تعب مش عارف إيه العلاج بقى النهاردة بمبالغ، وعندي أعباء الإيجار، وعندي 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 ابني بيكبر شوية بتخش كل شوية بتطلع عنده زواج، بتطلع بتخش من حاجة بتخرج من حاجة بتدخل في حاجة تانية. فإيه اللي يحل المشاكل دي ويقعدني في سكينة؟ ما كنا النهاردة بنتكلم عن السكينة، العمل الصالح اللي هو ما يخص الوقف اللي احنا بنسميه في اللغة بيننا وبين بعض الصدقة الجارية. إيه هو صدقة جارية؟ إنك تعمل عمل. أنا النهاردة يا أستاذ حسن معاه 100 قرش خرجتهم صدقة، معاه كام؟ 100 قرش خرجتهم صدقة، خلاص، ولا صدقة، ولا تخرجهم صدقة جارية أو أعملهم أدخلهم في بيزنس يجيبوا لي فلوس، بس بيزنس اسمه خيري، يجيبوا لي فلوس على مدار 100 سنة 150 إلى ما شاء الله يجيبوا لي. نرحل نحن. نعم. ويرحل غيرنا. نعم. ويستمر هذا الوقف. نعم. ويستمر، واللي بيخرج منه رقم ثابت يعرف يصرف هذا الرقم له مقدرة على اكتفاء ذاتي لأهلينا الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
اعمل ايه؟ اخرج ال 100 كصدقه ولا صدقه جاريه؟ ايهما افضل؟ لا الصدقه الجاريه طبعا. الصدقه مطلوبه لكن الصدقه الجاريه يعني اهم. تاخد من هنا ثواب ومن هنا ثواب. لا بس في نقطه بس احنا انا محتاج بقى ان الصدقه الجاريه النهارده ان انا افكر فيها مع عمل الصدقات. الاستدامه، فكره الاستدامه مهم جدا، وفكره العائد المنفعه التي تعم والعائد الذي هو اعم. نعم. فموضوع الصدقه الجاريه اللي نحن الان في امس الحاجه الى هذا الامر. ليه؟ لان انا عندي في ناحيه صحيه محتاجه، ناحيه تعليميه محتاجه، في ناس محتاجين ابار، بصلات ميه، ايه اللي يقدر يسد في كل هذه الامور؟ الوقف. طب خلينا نروح لهذا الفاصل القصير ونرجع لحضراتكم، ابقوا دائما معنا. أهلا بحضراتكم، ودايما بنفكركم بعناوين مؤسسة نبض الحياة وأرقام التليفونات المركز الرئيسي زي ما حضراتكم شايفين بالتفاصيل الجميلة لمؤسسة نبض الحياة، المركز الرئيسي، الفروع التانية، وربنا يكثر فروع مؤسسة نبض الحياة في جمهورية مصر العربية، في بلدنا العظيم مصر التي تسكن القلوب ونعشقها. نروح برضو لأرقام التليفونات والخط الساخن، وخلنا نروح للتقرير اللي معانا دلوقتي عن وقف النخيل الخيري ونرجع لحضراتكم. من صور الحضارة المشرقة صورة وقف النخيل الخيري، بدأناه مع بعض وقدرنا بفضل الله ثم بفضل دعمكم ان احنا نزرع 60,000 نخلة على مساحة 1,000 فدان. هذا العمل كان فيه إخلاص من القائمين على هذا العمل ومن السادة المتبرعين حضراتكم، لذلك لما بدأنا أول مرحلة الناس كلها كان عندها فرحة كبيرة جدا. بعد كده في تاني مرحلة لقينا معظم الناس اللي زرعوا معنا في أول مرحلة كانوا معانا، وتوالت المراحل إلى الآن ونحن نقوم بالزراعة. قمنا بزراعة أكثر من 60,000 نخلة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتبرعاتكم كان هذا الصرح الذي يتحدث عنه الجميع أنه وقف التمر المجدول. لقينا معانا في مؤسسة نبض الحياة متصدقين تصدقوا بنخلة، ومنهم اللي تصدق باثنين، ومنهم اللي بثلاثة، ومنهم اللي بأربعة، ومنهم اللي بفدان نخل. كل ده ليه؟ انتظارا للثواب العظيم اللي هيلاقوه من رب العالمين سبحانه وتعالى. كل هذه الأوجه أنت بتبرعك وبوقفك لنخلة ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك ثواب دائم مستمر في حياتك وبعد وفاتك، لأن هذه النخلة سميت الولود الودود. أهلا بحضراتكم، مؤسسة نبض الحياة من خلال وقف النخيل الخيري. الخيري نعم، تفتح الأبواب على مصاريعها. نعم. أو تفتح الباب على مصرعيه. نعم. للخير. نعم. وللمشاركة، مثل ما يفتح الأبواب على مصاريعها يعني بتوسع دوائر المشاركة في هذا الوقف، وده في غاية الأهمية لأن ده بيتيح. نعم. لي وليك ولحضراتكم المشاركة في هذه الأوقاف. أنا بقول أكبر دليل على مصداقية مؤسسة نبض الحياة هذا الوقف، هذه المزرعة. نعم. دي المزرعة اللي بتنفذها أو نفذتها أو اللي بتنفذ مراحلها مؤسسة. نعم. نبض الحياة هي. نعم. دي مزرعة الواقفين. نعم. للذين، أو المزرعة التي أوقفها أصحابها لله. نعم. سبحانه. نعم. وتعالى، ونفذتها مؤسسة نبض الحياة. نعم. بقول مش رايحة مزرعة تانية. لا لا لا، ده هي نفس هي المزرعة والناس اللي بتزرع على هذه الأرض. نعم. آه. ونبض الحياة في هذا المشروع بتقولك تعالى بنفسك، شوف بعينك. صحيح صحيح. خلاص تعالى ازرع. في مرحلة جاية عندنا، المرحلة الثامنة، المرحلة العاشرة، ولما تيجي المرحلة شوف المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الثامنة
في شهر 10. تعال بقى شوف المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، وشوف ان المرحله الاولى بشرت والثانيه بسم الله ما شاء الله سبحانه وتعالى، ده نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى. هي دي المزرعه بتاعت مؤسسه نبض الحياه اللي موجوده في سهل القروين في الفرافره محافظه الوادي الجديد، هي دي المزرعه. شوف واكبر عدد، شوف منظر الارض الخضراء والرزقا للعباد فعلا. شوف من 3 سنين كانت الارض اللون الاصفر، منظر اللي احنا بنشوفها البحيره اللي احنا شفناها دي، هي دي موجوده في المزرعه فعلا. الارض كانت ارض صحراء. شوف لما جت عملت التخطيط ورسمت وحفرت الابار، البير اللي بعمق 200 متر بيتكلف كام مليون، الميه بتطلع فيها نسبه الكبريت والحديد عاليه جدا، فطبعا بتتم معالجه هذه المياه. نعم، لتكون صالحه لري هذه طبعا هذه الخسائل. نعم خلاص. فالميه اللي بتطلع اللي احنا شفناها في البحيرات دي طالعه من الابار، وبتطلع عن طريق معدات كهرباء ومواتير، دي بتحتاج كهرباء وانت في صحراء محتاجه طاقه شمسيه، مجهود جبار تم على هذه الارض. فانا يعني من هذا المكان بأناشد كل واحد من اهالينا، وانت بتعمل عمل الصالح اتصل بمؤسسه نبض الحياه وقول له انا هاجي معاكم اشوف بنفسي العمل بتاعي، في اجمل من كده مصداقيه؟ في اجمل من كده صدق على الكلام اللي انت بتقوله، بتعمل في النور وبتقول تعالوا شوفوا العمل اللي احنا عملناه. مؤسسة نبض الحياة على عهدها دوما انها بتقدم انجازات بارقام، فعلا انجازات بارقام. ما بتجيش تقول يا عندنا احنا محتاجين ابار وتجيب في مكان معين، اقعد تعمل معاناة مع الناس والناس اللي محتاجين عدادات وتقعد تعمل معاهم معاناة، ونجيب لك ناس شايلين جراكن فاضية ومحتاجين، ولا احنا بنبشر الناس باللي عملناه، بنبشر الناس كل. وبعد ما اقول لك انا عملت اقول لك في ناس تانيين محتاجين، وبناء على كده لما بتعمل بقول لحضرتك شوف وصلنا لكذا، عملنا كذا، وصلنا النهارده لكام نخله، وصلنا النهارده لكام محطه، وصلنا النهارده لكام مسجد، لكام مصرف ميه، عملنا كذا. كل هذا الانجاز ده اكبر مع جمهور، ده اكبر دليل على ان نبض الحياه لها جمهور كبير جدا. يا اخي شوف يا استاذ حسن كميه النخل الموجود ده، لو كل 3 عملوا نخله، قصدي لو كل واحد عمل 3 نخلات، ليه؟ لان في ناس بتعمل 10 نخلات وواحد بيعمل نخله واحده، المتوسط انه كله في الاخر لو جيت تبص في الاخر هتلاقي كل واحد عمل 3 نخلات، المتوسط او نخلتين على سبيل ايه المثال. يعني الاستاذ حسن عمل نخله وده عمل نخله وده عمل نخله، لا في واحد عمل 3، واحد عمل 10، واحد عمل 2، احنا نقول المتوسط انه كل واحد عمل 2. وجيت تبص للعدد ده بعينك كده وانت هناك ومعدي بالباص وراح تزرع في المرحله الثامنه وشفت عدد النخلات المزروعه، قد ايه جمهور نبض الحياه كبير، قد ايه عدد الناس الكبير اللي وثق. الناس لا يجمعون على ضلال، الناس لا يجمعون على خطا ابدا، بالعكس الناس لا يجمعون الا على الصح، على الصحيح. فشوف العدد، الاجتماع والاستمرار. ايوه يعني نجتمع على الله عليك. يعني ان نجتمع ممكن نبقى مع بعض كده فيبقى في فكره مغلوطه ممكن ويعني نصدقها. نعم. ولكن يعني ان تستمر، لا، فالاستمرار الاجتماع مع الاستمرار بيضمن صحه الامور. حتى اي فكره او اي تجربه انسانيه تبدا في بداياتها بعد كده فيها بعض الاخطاء فتصحح نفسها مع الاستمرار. فمعنى ان الفكره موجوده وتم تنفيذها وبتستمر، لا يبقى ربنا كتب لها التوفيق مع الصحه. نعم، وبفضل سبحانه وتعالى راينا الاستمرار كتير مع كتير جدا من جمهورنا. تلاقي ناس كانوا معانا في المرحله 7 الماضيه يقول لك انا كنت معاكم في المرحله الثالثه او الرابعه او الخامسه او السادسه او السابعه، وايه اللي جابك تاني؟ انك شاف المصداقيه، شاف صدقك على ارض الواقع، شاف فعلا ان قد ايه ان مؤسسه نبض الحياه صادقه، ان اللي احنا عملناه تنفذ، مش كلام اتقال على الفاضي، على اتقال على شاشات او كتب على اوراق ثم بعد ذلك وضعت في ادراج والتقرير تنقل كل التفاصيل. تعالى لحضرتك حاجه بدقه شديده، ما من احد ذهب الى هذه الارض الا وقال والله العظيم الارض الواقع افضل من الصوره مئات وألف فيها بركة، الاف لو فيها بركه ويلمس هذا الجانب، جانب البركه، جانب التوفيق الالهي. نعم، انت حضرتك بيقول المنظر اللي انتوا بتشوفوه في التقرير ده هو كده، عدد ناس كبير جدا من الناس قال اللي انتوا بتشوفوه في التقرير ده ما يسويش حاجه من اللي احنا شفناه على ارض الواقع. ايوه فعلا، شوف الدرون الصوره لما بتجيب من فوق المزرعه من فوق، منظر وجمال المكان
هي دي فعلا مؤسسة نبض الحياة، مش صور فوتوغرافية أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المكان وأن يستخدمنا وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا يا رب. لذلك تجد وحضرتك تعلق على النقطة دي بتلمسه بشكل كبير، وانت حضرتك أو دايما بتروح في المنطقة الدافئة. نعم. المنطقة القريبة، أن تكون قريبا ممن معك، تحدث هذه الحالة من حالات الدفء، دفء العلاقات الإنسانية، ولما يكون فيها خير تصبح هذا الدفء مصحوب بنسيم، مصحوب بنسيم، لأن حقيقة الأمر دائما فيه لون وطعم ورائحة، كلها كل شيء في هذه الحياة. نعم. فلذلك وأنت تقف في هذه المنطقة الدافئة بينك وبين الواقفين هناك في الأرض، بتلمس إيه؟ بتشوف إيه؟ بتحس بإيه؟ مش أنا كأحمد، لأن شهادتي ممكن تكون مجروحة بالنسبة لأي أحد من اللي قاعد، لكن أنا هنا اللي حضراتكم صور لبعض الناس، وأكيد حضراتكم سمعتوا الكلام ده في التقارير. لما تلاقي أب من آبائنا تجاوز 70 من عمره، أو امرأة خلاص، أو تلاقي شباب كتير جاي بعد مسافة 13 ساعة، أول ما ينزل يقول لك وشوف الجو ده، وينزل يروح ينزل في الصحراء ويزرع بإيده، التعب ده كله راح منه، وتقول له حاج بتشعر بيه، بيقول لك فعلا أشعر وكأني مسافر رايح أعمل عمرة بالظبط، نفس الإحساس بعد سفر طويل 13 ساعة نص يوم في وسائل مواصلات وشيل وحط ومجهود بدني غير طبيعي، أول ما بنزل بشعر بالراحة والسكينة والاستقرار فعلا في المكان. الشعور ده كل الناس متفقين عليه اللي جم في المكان ده، والله العظيم فعلا تشعر فيه بالبركة، وكأنك داخل بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فيها هدوء وراحة نفسية، ده فعلا بتستشعره كذلك. كل هذه الأمور كفيلة تقول إن هذا المشروع مشروع مبارك فعلا. ولذلك بيحرص يعني من يتابع هذه التقارير ولم يتسنى له أن يذهب إلى هناك، مع دقة الملاحظة. نعم. ومع يعني الإرسال، ما هو الإرسال الصادق بيوصل، الإشارات بتوصل على طول، يعني بيدعو الله أن يشارك. لذلك دايما ففي مرحلة تيجي بعد مرحلة ومرحلة تدفعنا إلى مرحلة أخرى عشان تزداد المشاركة. أكتر حاجة لفتت انتباهي يا أستاذ حسن في المرحلة السابعة، عارف هي إيه؟ إيه؟ أكتر شيء يعني زادني سعادة وفرح كمية الشباب والفتيات اللي شاركوا معانا في المرحلة السابعة. طب بيسعدني حاجة تاني ما دام أنت ذكرت الأجيال. نعم. ويسعدني أكثر وأكثر أن نجعل من أولادنا وأبنائنا الأحفاد، ما هو اللي احنا بنشوف مستوى تاني أحفاد. نعم. الأحفاد موجودين، أولاد صغيرين يعني. نعم. بيشربوا الخير، ده مش بيتعلموا الخير، لا، أن تتعلم الشيء ليس دليلا على أنك ستنفذه. نعم. لذلك أن تشربه ليكون من المشرب، لا، ده انت شربته فتهضم، فأصبح في كيانك. نعم. فأصبح جزءا منك، فتلاقي نفسك بتحب الخير بطبيعتك وداخل على الخير بقلبك. خلينا نروح دلوقتي للتخير اللي معانا دلوقتي عن المساجد، ونرجع لحضراتكم. ودايما مؤسسة نبض الحياة تفتح مسارات كثيرة في طريق الخير. مبادرة إعمار المساجد في مؤسسة نبض الحياة دعوة مفتوحة لبناء المسجد الوحيد في المكان اللي محتاج أهله، جامع عشان يصلوا فيه ويؤدوا فيه العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى: إن بيوتي في الأرض المساجد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جعل الله لمن بنى له بيتا في الأرض أن يبني له بيتا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي قرية فدان الفهي بمركز سيدي سالم ومحافظة كفر الشيخ، مؤسسة نبض الحياة بتقدم لك فرصة للمساهمة في بناء بيت من بيوت الله. المسجد اسمه مسجد النور، عشان ينور لكل مصلي حياته بالصلاة والطاعة. مؤسسة نبض الحياة نفذت وعدها لأهالي قرية فدان الفقي وبدأت أعمال بناء المسجد. أهالي قرية فدان الفقي فرحتهم كانت كبيرة
في إنجاز مؤسسة نبض الحياة في إنهاء مراحل كتير لبناء مسجد النور. ورغم إن المسجد تم هدمه لإعادة بنائه، إلا إن مؤسسة نبض الحياة استطاعت في وقت قصير إعادة تأسيس بناء المسجد، ونجحت في إنهاء عملية الهدم وصب الخرسانات وصب القواعد الخاصة بالبناء. كمان تم الانتهاء من أعمال الردم الداخلي والردم الخارجي حول المسجد وصب الأرضية ومباني المسجد. مؤسسة نبض الحياة نفذت 14 مسجد في محافظة الفيوم، 7 مساجد في محافظة قنا، 4 مساجد. وكل يوم بيمر بدون مسجد بتعم حالة من الحزن على عدم وجود بيت من بيوت الله لأداء الصلوات فيه. أهالي قرية فدان الفقي منتظرين مساهمات أهل الخير عشان نقدر ننهي مسجد القرية. حالياً مؤسسة نبض الحياة متوقفة عند صب سقف المسجد. مؤسسة نبض الحياة بتبذل جهودها لاستكمال تأسيسات المسجد. حملة إعمار المساجد في مؤسسة نبض الحياة دعوة مفتوحة دايماً بالخير لأهل الخير. أهلاً بحضراتكم. أن يتم عرض كل التفاصيل من خلال هذه التقارير بكل مبادرة من مبادرات الخير، وإحنا قدام أو اللي شفنا دلوقتي تقرير عن بناء المساجد ومبادرة إعمار المساجد اللي بتسعى فيها مؤسسة نبض الحياة سعياً حثيثاً، أي سعياً دؤوباً، أي سعياً في اجتهاد وفي إصرار وفي سرعة. نعم، فضل سبحانه وليس ما فيش عجلة ولكن في سرعة. فضل سبحانه وتعالى أمرين لازم نوضحهم الأول. الأمر الأول إن مؤسسة نبض الحياة في هذا الملف تحديدا في بناء المساجد مش أي مسجد مؤسسة نبض الحياة بتختاره، عشان خاطر ما حدش يكلمني. تمام، يعني بشكرك على هذا التوضيح. نعم، كم حد كلمني مرة في من الأوقات وقال لي إحنا عندنا مسجد عندنا في القرية محتاج إن هو يتعمل له إحلال وتجديد، فقلت له هل ده المسجد الوحيد عندكم؟ قال لي لا، طبعا عندنا في القرية 13-14 مسجد. قلت له مؤسسة نبض الحياة منعا باتا ان هي تبني مسجد في مكان معين الا اذا كان هذا المكان لا يوجد فيه مساجد ابدا، يعني المسجد اللي مؤسسة نبض الحياة هتبنيه يكون هو المسجد الوحيد الفرد في هذا المكان بس. ايوه، ليه؟ لان ممكن واحد من الساده المشاهدين دلوقتي بعد هذا التقرير يقول لك قال لي طب ما تعملوا ابار، طب ما تعملوا كذا، طب ما في ناس بنات يتيمات محتاجه انها تتجوز، في غارمين محتاجين ان هم يسددوا ديونهم، تسدد ديون. لكن مؤسسه نبض الحياه بتقول يعني المسجد اللي هي بتعمله ده امر ضروري ضروري، يعني الناس اهل القريه في عدم وجود هذا المسجد بيقطعوا مسافات طويله للصلاه في يوم الجمعه، غير كده ما بيروحوش. وتخيل ان الاطفال او لو في الجو مطر شديد ما حدش اصلا هيخرج من المكان اللي هو فيه، فوجود مسجد في هذا المكان امر ملح وضروري. يبقى ده امر كلنا متفقين عليه. تمام، الامر الثاني تعالى بقى، ده ملف حسن، ده اسمه ايه؟ ملف. ملف في مجموعه ملفات بجمع ملف جمعه ملفات. مؤسسه نبض الحياه عندها ملفات وده اسمه ايه؟ ملف واحد في مؤسسة نبض الحياة بناء المساجد. ده المسجد رقم كام؟ 15. فضل عارف يعني ايه مسجد 15؟ اه، ده موضوع كبير يعني. نعم، لان المساجد عايزة امكانيات كبيرة جدا. نعم، وعايزة مشاركات واسعة جدا. اه، في من اهل الخير من يقوم بناء مسجد لوحده. نعم، بكامل تفاصيله وبكامل احتياجاته، ولكن يا بخت كل من ساهم حتى لو بطوبة في جامع. نعم، فحتة انك المسجد رقم 15 ده رقم كبير جدا، رقم كبير. بفضل الله سبحانه وتعالى المسجد رقم 14 لسه منذ اسابيع تم تسليمه لاهالينا في مركز قنا محافظة قنا. المسجد رقم 15 ده بقى ان شاء الله اللي احنا شغالين عليه. نفكرك بيه بقى. نعم، مسجد الرحمن. ايوه، بعزبة عبد الكريم. نعم، قرية الحجيرات. مركز قنا محافظة قنا. الله يفتح عليك. طبعا تعمل له احلال وتجديد من الالف الى الياء بفضل الله سبحانه وتعالى، وتم تسليمه في الاسابيع الماضيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله من كل من ساهم ويجعل هذا في موازين حسناته يا رب العالمين، اللهم امين. المسجد اللي نبض الحياه بسم الله ما شاء الله شغاله الوقت عليه على قدم وساق، مسجد قريه فدان الفقي الموجوده في مركز سيدي سالم محافظه كفر الشيخ. شوف، تم إحلاله، تم
صب القاعده الخرسانيه، الاساسيات، الاعمده، الجدران، صب السقف، يعني انت انجزت كل هذا المجهود الجبار في وقت وجيز وقصير. وزي ما تم هذا المجهود في هذا الوقت القصير، املنا في الله سبحانه وتعالى ثم في اهل الخير من حضراتكم ان احنا ننجز كذلك هذا المسجد على اكمل وجه، وان يتم الصوره الاخيره قبل شهر الله الكريم شهر رمضان ان شاء الله يا رب. ودايما خلونا مع بعض ومن خلال مبادرات مؤسسة نبض الحياة في الخير، هي دعوات مفتوحة ترسل من خلال هذه الإشارات لأصحاب القلوب التي تستقبل هذه الإشارات لتكون بشارات لمن يحتاج هذا المسجد أو ذاك العمل الذي فيه كل الخير. خلينا نروح لفصل قصير ونرجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم، وبفكركم دايما بارقام التليفونات وعناوين مؤسسه نبض الحياه اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشه واللي ظهرت دلوقتي. المركز الرئيسي بالدقي بالجيزه، الفروع الاخرى في طنطا، المنصوره، الاسكندريه. ارقام التليفونات، الخط الساخن لسهوله وتيسير الاتصال والتواصل مع المؤسسه للتفاعل مع كل مبادرات الخير والمشاركه فيها. وخلينا نروح لهذه او هذا التقرير حول وصلات المياه كواحده من المبادرات الكبيره والمهمه في مؤسسه نبض الحياه. مبادره وصلات المياه بمؤسسه نبض الحياه طوق نجاه لأسر مستحقة في محافظات مختلفة. المبادرة هدفها توفير المية لكل بيت محتاج لوصلة مية. سقي الماء من أعظم الأعمال التي ينال الإنسان بها الثواب من الله تعالى، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صدقة أعظم أجراً من ماء. مع مبادرة وصلات المية بمؤسسة نبض الحياة هتحقق أمل أسرة في وصلة مية. مؤسسة نبض الحياة قدرت تنفذ أكثر من 7000 وصلة مية في محافظات مختلفة، منها البحيرة والجيزة واسكندرية وقنا والشرقية. وفي بداية 2024 نبض الحياة نفذت وصلات مية لأهالينا في نجوع وقرى برج العرب، وكمان نفذت أكبر عدد من وصلات المية للأهالي الأشد احتياجاً في 7 قرى بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وكل وصلة كانت طوق نجاة لأسرة عانت كتير بسبب الحصول على المية. تكلفة وصلة المية 5000 جنيه بيتم التبرع بيها لتوفير المياه لأسرة محتاجة. مؤسسة نبض الحياة مستمرة في توصيل المياه عشان تدخل السرور على أهالينا المستحقين. مساهمتك بوصلة مية مع مؤسسة نبض الحياة صدقة جارية تسعدك في الدنيا والآخرة. اهلا بحضراتكم، واحنا بنشوف التقرير بهذا الشكل عايز اسمع تعليقك، ومن خلال فكره ان بيتنوع ملف سقي الماء، ملف سقي الماء في مؤسسه نبض الحياه تتنوع اوراقه ما بين الابار، ما بين المحطات، ما بين الوصلات، وصلات المياه، وفقا لاحتياج او للظرف المناسب لتنفيذ هذا العمل او غيره. وصلة المية دي بالنسبة لأسرة مستحقة لهذه الوصلة بالنسبة لها إيه؟ تعالى الأول برضو كوضح للسادة المشاهدين في الملف ده حاجة مهمة جدا، ألا وهي وفي لغاية النهاردة ممكن تلاقي أسرة قاعدين في مكان وما عندهمش وصلة مية اللي هو عداد المية الموجود عندنا في البيوت، مش قادرين على تمنه. أيوة طبعا،
كتير جدا جدا جدا. ونبض الحياة بتقول لحضرتك تعالى مرة من المرات شوف الأماكن اللي بتنزلها شكلها عامل إزاي. خلاص. وعلى الرغم من كل ده نبض الحياة وضع شروط. وهو أصلا في نقطة مهمة، الموضوع ده كمان مش محتاج شروط يا أستاذ حسن، انك ما يكونش عندك دخل، وان ما يكونش البيت على دورين، وان ما يكونش البيت مصبوب والكلام ده عشان خاطر اعمل لك وسط ميه. طب ما ده طبيعي اصلا، طبيعي. انا لو عندي اصلا صبب بيت على دورين مش هقف على وسط ميه اعذب نفسي وبهدل نفسي وبهدل مراتي وبهدل ولادي اللي هم حياتي علشان خاطر انتظر ان مؤسسه تجي لي بعد كام سنه تعمل لي وسط ميه. ليه؟ عشان توفر قد ايه؟ لان الطبيعي ان اللي بيبني بيت هو اللي بيعمل العداد لنفسه. انا اعمل عداد واقعد في, في 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 بيت بالطين، ولا انش اقعد في بيت دورين ومفيش فيه عداد ميه. لكن انت دلوقتي هتتعامل مع مؤسسه حكوميه متمثله في شركه مياه الشرب والصرف الصحي، هتعمل عداد، هتساهم معايا كنبض الحياه تعاون بينه وبينها، وبدل الوصله بتتكلف من 15 ل 20,000 قال لك هنعملها لك ب 5,000. فانت هتعمل بروتوكول تعاون بيني كمؤسسه نبض الحياه وبين شركه مياه الشرب والصرف الصحي، بينهم من بعض هنزل لك الوصله من ثمنها الحقيقي الى 5,000 جنيه. عشان كده نفهم ايه؟ ان الدوله هنا الدوله العظيمه بتشجع العمل الاهلي. نعم. والعمل الخيري من خلال العمل مؤسسه المجتمع المدني اللي هي بتترجم هذه المفاهيم إلى أعمال حقيقية من خلال مساهمات حضراتكم اللي بتوصلها لمستحقيها. نعم. زي مثلا وصلة المية. تمام. فتيجي شركة المية تخفض من خلال بروتوكول بينها وبين مؤسسة المجتمع المدني، بدل ما هي بكذا تبقى بكذا، عشان يبقى فيه تشجيع للعمل بالشكل ده. وعشان أعملها لك بالثمن ده لازم تجيب لي أوراق تثبت إن الشخص ده في أمس الحاجة. طبعا ليه؟ طبعا. وإن كنا إحنا مش محتاجين الأوراق، لكن لما بتيجي تتعامل مع مؤسسة فلازم إيه؟ مع جهة حكومية لازم الأوراق، مهم جدا موضوع الأوراق وتثبت اللي يثبت كذا وكذا وكذا. فبيتم ضبط هذا الورق وتعديله في ملف معين، وتروح للجهة الحكومية المتمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بيبعتوا حد كذلك يوثق الورق دوت ويتاكد ان الناس دي فعلا هي الحالات 1 2 3 4 وحالته تستحق ولا لا تستحق، ويبداوا يجهزوا هذه العدادات ويبداوا ينسقوا بين مؤسسه نبض الحياه وبين الناس اللي هتنزل تركب العدادات. لان ما ينفعش انا كجهه خاصه اركب عداد ميه، ممنوع. ينفعش حضرتك جاي تبني بيت وتروح تركب عداد ميه، لازم الجهه الحكوميه هي اللي تركب لك العداد، صح ولا لا؟ وكلنا نعلم ذلك يقينا. يعني الناس اللي بتركب عدادات الميه في التقارير دول الفنيين اللي بتوع شركه الميه. طبعا. هم اللي بيجوا يركبوا العداد بتاع الميه بتاع الاسره المستحقه. فكل ده احنا بفضل الله سبحانه وتعالى شايفينه على ارض الواقع، ولله الحمد والفضل والمنه، وده من دليل الصدق والمصداقيه. وبقول لحضرتك تعالى بنفسك شوف بعينك، تعالى شوف. تلاقي الاسر في ناس جت وشافت بعينيهم شالوا كره باكملها، قال لا انا هشيل ده، انا هشيل القريه دي كلها هعملها انا على حسابي. ما اجمل ان تشعر في الحياه باخيك الانسان، باخيك ايه؟ الانسان. فتقوم على ابسط اموره وتيسرها له. ابسط الامور في الحياه موضوع وصله الميه. تخيل استاذ حسن، انت لما بتيسر له وصله ميه لغايه عنده، انت بتوفر ليه وقت، بتوفر ليه مجهود، بتوفر ليه راحه، بتوفر لاولاده السكينه والراحه والطمانينه، وخاصه في ان الجو عندنا بقى الحر بقى صعب والشتاء بقى صعب، ان هو يخرج يجيب شويه ميه من مكان معين ويرجع بيه بيته، ده مجهود جبار جدا جدا في الحر. انت دلوقتي عشان خاطر تخرج من بيتك تركب العربيه، المسافه اللي هي من بين بيت لغايه العربيه تخيل بتبقى خارج الساعه 10 للساعه 12 او الظهر، بقى الجو اكنك في فرن. اصبحت دلوقتي انت المناخ دلوقتي اشبه بدول الخليج في الصيف واشبه بالدول الاوروبيه في الشتاء، فتلاقي الحر حر والبرد برد دلوقتي، بقى الموضوع صعب. فتخيل انك خارج تجيب جيركن ولا 3-4 جراكن ميه تستخدمهم في بيتك، بقى معاناه في الصيف وبقى معاناه فين؟ في الشتاء. وخاصه ان القرى اللي ما عندهمش ميه، اللي ما عندهمش عدادات، الارض طينيه، يعني في الشتاء بيبقى الجو صعب جدا. فلما تيسر له عداد ثمنه 5,000 جنيه لغايه باب بيته، انت حضرتك يسرت له راحه، شلت من عليه تعب المعاناه، الاحراج اللي كان. شوف كمان
الإحراج لما كان بيخبط على جاره اللي بيبعد عنه، والله العظيم لو بيت حتى واحد، مسافة بيت واحد فقط وبيخبط عليه، تخيل انت بتخبط عليه. انا ما بقدرش، ممكن في اوقات معينة انت بتبقاش مستحمل ولادك اللي هما من صلبك، في اوقات معينة في البيت اسكت يا ابني تقوم تضربه وابنك من صلبك، مش انت مش عارف تستحمله، ابنك اللي من صلبك ما بتستحملوش كل يوم في وقت معين. تخيل بقى اللي بيخبط على الباب، دي طبيعه البشر يا طبيعه، طبيعة البشر بيضيق ذرعا باي حد، احيانا بيضيق ذرعا بنفسه يعني ايه كره نفسه يعني مش كده يعني، احيانا الانسان هو انسان بطبيعته ملول بطبيعته طبعا بصور بشري فتخيل بقى الانسان اللي بيخبط على، لو انت فتحت له مره بنفسه احنا يقول لك معلش حقك عليا وعاوز جيرك الميه تقول له لا يا عم انت على راسه تيجي في اي وقت تخبط، ده الكلمه انت بتقولها في الوقت ده، انت على راسه تيجي في اي وقت تخبط، لكن بكره خبط النهارده وبكره وتالت بعد بكره، انت ذات نفسك ممكن تعرف ان هو موجود برا. اولا يعني انت ما بتضيقش عن العطاء، ولكن قد يكون الوقت ده مزاجك مش منضبط مش مظبوط يعني في حاجه مضايقاك، فعداد الميه بيرفع الحرج وبيرفع المعاناه عن اهالينا الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه، يبقى بترفع عنه الحرج، توفر له مجهود، توفر له وقت، بتوفر له وقت يقعد مع اولاده، بتوفر له مجهود يبذله هو مع اولاده، يقعد يذكر لابنه، يقعد يذكر لبنته، بدل ما بيبقى راجع مهدود، فعلا تتخيل انك بتشيل جيركن على كتفك فتره معينه او كل الامور دي كلها اعداد ميه بتيسر لكل الامور دي، والله العظيم الواحد بيدخل البيت عشان يعمل وسط عداد، سجدة الشكر لو قعدت كده ساجد شكر لله سبحانه وتعالى على وجود الميه في بيتك مدى حياتك، مش هتوفي نعمة وجود الماء في بيتك. ومع المشاركة الفاعلة من أهل الخير في إتمام هذا الخير عن طريق مؤسسة المجتمع المدني، وإحنا بنتكلم عن مؤسسة نبض الحياة بنخصها بالذكر فيها يعني، وهي بمبادراتها المتنوعة والمختلفة في تبادل منافع. نعم. يعني أنت بتدخل الـ هذه الوصلة من خلال مؤسسة نبض الحياة تبعث على الطمأنينة والسكينة، أو تبعث على راحة البال وانت تروح لك سكينة وطمأنينة، ده نعم، نعم كبيرة جدا جدا، اللهم أدمها علينا يا رب العالمين يا رب. اللهم والذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. نعم. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ أحمد السوقي، ونلتقي دائما على كل هذا الحب وكل هذا الخير من خلال مؤسسة نبض الحياة. يا رب اللهم من الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحضرتك، ثم للسادة المشاهدين الكرام، ويا رب اجمعنا دايما في دوائر الخير مع مؤسسة نبض الحياة. دمتم في رعاية الله وأمني، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بنعبدك ونصوم ونصلي يا رب يا منعم يا كريم، وطمعنين في رضاك وبندعي تجود علينا بقلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبره ويشكر، وفي يسر ليك بيزيد تسليم، ولو في يوم قصرنا في شكرك وانشغلنا يوم عن ذكرك، بنعيم علينا بنعمة عفوك برحمتك.